بلاش بلاش نعد، قول لي اغلى بطولات، اغلى بطوله او اغلى لقب او اصعب لقب كهربا بالنسبه له، اللقب ده في حته تانية خالص. والله بص، يمكن كل البطولات بالنسبه لي مع الاهلي بتبقى لها طعم خاص طبعا بالنسبه لي، وبتبقى غاليه عليا قوي. بس يمكن البطوله ديت الاخيره ديت كانت غاليه قوي علينا، لان بالنسبه لي في وسط جمهورنا وفي وسط ملعبنا وفي وسط بلدنا ما كانش ينفع ان في حد يقدر يجي يدخل مثلا، بنسميها اللي انا يجي يدخل بيتنا مثلا او ياخد حاجه ويسرق حاجه وانا واقف بتفرج عليه. فدي كانت اصعب حاجه. يمكن احنا اتكلمنا في الحاجه ديت قبل الماتش كل الفريق، والحمد لله يعني اللعبة كلها كانت رجاله وربنا كرمنا عشان الجمهور ده كله ما كانش ينفع ان يروح زعلان. امتى حسيت انه البطوله ممكن تبقى صعبه؟ بعد ما رجعتوا من رادس حسيتوا انكم هتلعبوا مباراه القاهره مرتاحين اكتر، ولا حسيتوا انه النتيجه اللي لعبتوها او اللي حققتوها في رادس التعادل السلبي بقى لود على فريق النادي الاهلي اكتر منه على الترجي؟ لا بص والله، يمكن يعني النتيجه كانت هناك، كانت عارف النتيجه يعني احنا الحمد لله عملنا نتيجه كويسه، بس هي النتيجه كانت مخدعه شويه، لان 0-0 دي تبقى مخدعه وانت في ارضك، لو كنت كان 1-1 كنت هتخسر اللقب. فاحنا طبعا كنا مركزين في حاجه زي كده ورجعنا استعدينا كويس، واللعبه طبعا يعني انا دايما بنتكلم مع بعض ان اللعبه دي بتبقى في وقت الشده بتبقى رجاله قوي، يعني الحمد لله يعني مجموعه زي كله لعيبه كويسه كلهم حبوا بعض، ودي احلى حاجه يعني مميزه يعني الحمد لله.